السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. هيا بنا نتعرف على موجزة الأنباء اليومية. اعتقل الشرطة نيويورك يوم الجمعة الشاب الذي طعن الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي خلال إحدى المناسبات، وتعرض سلمان رشدي الروائي الذي أدت كتاباته إلى تلقيه تهديدات بالقتل من إيران في الثمانينيات لاعتداء يوم الجمعة بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في غرب نيويورك. تسببت الأمطار والفيضانات التي وقعت في اليمن بوفاة امرأة مسنة وتضر أكثر من 650 أسرة نازحة وأكثر من 400 آذى في محافظتي حضرموت والحديدة. حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لطرق والتي وافق المجلس على إنشائها مؤخرا مهام الهيئة والأهداف المحددة لها، وأشارت الترتيبات إلى أن الهيئة ترتبط تنظيما بالوزير ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين بتجنب بعض السلوكيات البسيطة من أجل التفرغ للعبادة خلال أداء مناسك العمرة، وبالإضافة قال الوزارات المعتمرين إلى التخفيف من الأثقال عند أداء العمرة وعدم ترك الأغراض الشخصية خلف بوابات الحرم. وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة. خلص بحث جديد إلى أن تحلل مخلفات الطعام في مكبات النفايات حول العالم يؤدي إلى انبعاث آلاف الأطنان من غاز الميثان الذي يتسبب بدوره في ارتفاع درجة حرارة الأرض، تحاول الحكومة الهندية القضاء عليه. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على مشاهدة هذه الفيديو. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.